استاذنك بقى ابو كباتن ناخد كام حاجه كده من الناس اللي بعت لنا على طب. الهاشتاج، لان الناس بعت لك اسئله كتير جدا اتفضل جدا. طب. ناخد كام سؤال كده. يلا. درع الاهلي بيقول لك حسيت انك اتظلمت في الاهلي انك ما خدتش فرصه وما شاركتش مع انك كنت مع المدير الفني موسيماني كنت اساسي، هل حسيت بالظلم؟ بص انا ما بحبش كلمه ظلم في الكوره بالذات. يعني حسيت ان انا كنت لازم تاخد اخد فرصه. يعني مش فرصه، لان انا الحمد لله ليا تاريخ وليا اسم. تاخد فرصه مع الراجل. يعني كان لازم يعني العب يعني. ماشي اللي بعده. في حلفو لو جالك عرض من الزمالك هتروح؟ يعني انا رديت قبل كده لا، يعني نادي الزمالك نادي كبير وجمهوره نادي كبير، لكن انا دلوقتي اسمي محسوب على النادي الاهلي. خلاص وبعدين انا عندي عقد دلوقتي مع نادي البنك الاهلي، انا بحترمهم جدا يعني. اللي بعده.